الو عاصمه دليش، شو احوالك؟ معي امين زدره. ليه امين هني جيتو؟ كان يحكي قال جيبكم ديما بالمعلومات الطيبه وانا مت بالضحك. صارت معنا احنا نعملوا في الخير والله. ما تسمع فينا في رمضان ولا حسيتوا جمعيه خيريه؟ والله ساعات نسمع، والله ساعات شفت جونا محلينا يا ولدي. تحمق لك حاجه، انت قلت جيبكم بالاخبار الطيبه وانا مت بالضحك. لا هو بصراحه ما بيناتنا مونسيون سبيسيال اللي كنتي في الشهر الفضيل هذايا، معناتها هو العمل ناجح جماهيريا، هذا ما يستحق الشهادة عندي أنا، أما الشهادة خصيصا. وكنت قلتها حتى في الفيسبوك متاعي وفي الانستغرام، وقلت معناتها نجلة سناء اكسبسيونيل. يعيشك يعيشك يا أمين، ميرسي بوكو. كل شيء اكسبسيونيل في أولاد مفيد المرأة هذه. جما تندي أسا معناتها خاطر العمل كله محليه الحقيقة، ومعتها وهك تشوف الناس معتها قاعدة تفرج فيه. موجي ما مول ولد مفيدة خايب، ولد مفيدة خايب اي طول موند ريغارد. معتها انا قبل ما كنتش نفهم الفينومين بيسكو انا ما كنتش نمثل فيه، وانا بطبيعتي ما نتفرج في المسلسل. لكن نجلة فهمتو، اي نجلة فهمتو نجلة، التقييم هذا يذهل لي بين عمناول والسناء تبدل. معناها عمناول هو التألق والسناء هو مواصلة التألق. كونفيرماسيون. معناها بين ولاد مفيدة واحد واثنين وثلاثة والهجمة اللي كانت موجودة عامنا والفينومين متاع الديكوفيرت الجديد متاع ليزاكس جدد متاع كنتي متاع فتح الحداوي متاع عزة متاع كذا، والسناء والسناء معناها مواصلة التألق والتصعيد، معناها الدرامي الكبير والخطير جدا. معناها أكو بيل سوفل، معناها المسلسل كل حلقة نبتوا نحلموا. معناها تحسم عندها سوسن وسامي قاعدوا يكتبوا فيه عاملين عليه جو، مي فريمون عاملوا عليه جو معناتها في الكتيبه. ومن بعد سوسن زاد كيف ما قصرتش، كل اكتور الى كرو في البروجي هذايا. وديما كيف تلقى اسماني، كي تلقى معناتها الناس الكل متفاهمه، ما نجمش يكون عمل خايبه. الناس كل عامله جو على الحاجه اللي تعمل فيها، ما نجمش تخرج حاجه خايبه، ما نجم تخرج كي. وزيد بتات المره العماول استنسنا ببعضنا السنه، معناتها اون اون فامي، لا فامي اللي ديجا انستالي دونك فاميليا في بعضنا. استني ومنا كان به ان شاء الله. به في المسلسل الشخصيه نتاعك نجله معناتها بين في حب متضارب، معناتها ما تحب هي ما تحب البنديه شويه زاد كيف لا يزور لي. اسمع جي لو ان تريك البارح بعثته لي صاحبتي في الفيسبوك، مت بالضحك. معناتها قال لك حاتين الطفله هذه تعرفها تولي تحبها تهزك دارها ولا كيف، مت بالضحك. اما هي بنت عائله، هذا ذي المفارقه. لا هي بنت عائله. نتخيل نتخيل ولاد مفيده سته مع بدر معناها. ليه 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 فان كونت هي سي فري، معناتها هي طفله متحرره، مي كي نشوفوها الحكايه في مسلسل ولا حاجه سي شوكون، كي نشوفوها في الدنيا يمكن تتعدى اينابيرسو. نجم تتعدى اينابيرسو. بين معز القديري الشخصيه نتاعك وبين نضال سعدي، انا هو معناتها الشخصيه اللي تحسها تميل له اكثر شخصيه. هي شخصيه، نحكي شخصيه مش نجم. الشخصية متاع صوفيين ولا الشخصية متاع متاع بايرم؟ الحقيقة لا هذا ولا ذاك. نو اثنين في الدنيا اثنين ما ينجموش يكونوا مع نجلة اللي في الدنيا. وفي الدنيا نجلة في الدنيا تنقلك في الاوف. امين تعرضني ما خبي عليك شيء. اما انا عندي ديزانديكاسيون، خاطر معز القديري كي حضر معنا لهنا في الراديو قال السيكونس اللي قال فيها نحبك في موزايك قالها، قال تعودت 15 مرة. إلا إيه جمال والله معز أنا ما عليه معناتها، إلا إيه جمال بيجي حولي نحبك معناتها. صعبت عليه معناتها. صعبت عليه نوعيدة. لاخر يسار بيك تحب نحبك نموت عليك نعرف فيك. نضال حسو سالم استنس بالك. تحب انت نعرف انك بزياق عضوة ما فما حتى مشكلة. أما معز قال 15 مرة معناتها عودها، هل هذايا معناتها صعب السيكونس معناتها والعبد معناتها باش يجيك يغزر يقول لك نحبك معناتها صعيبه؟ نقول لك حاجه نجلة. كلمه نحبك من عند سورتون دو لا بوش دو بيرسوناج نتاع سوفيان، كلمه تري سانسير ولازم فريمون فريمون تتحس بصحيح كي تتقال، على خاطر تقول لعبد نحبك راه وتبدا تكذب سا سو فوا. إذن بيسكو احنا ما نحبوش نكذبوا على الناس اللي تتفرج فينا، لازمها تكون الكلمه خارجه اصدق ما يمكن. نقول لك نجل، نقول لك حاجه، لو كان تجمعني بيك نهار مثلا انا سيكونس باش نقول لك نحبك، نتخيل شدني كروم في لساني اللطف والله.
برنامج نشق فترك انت خويا العزيز. سلام علينا نبيلة صاحبتي. دابا سلام علينا نبيلة. باهي باش نسمعك حاجة تقالت البارح واعطيني رايك فيها. دونك القائل هو عماد الدايمي. دونك هذا شنو قال اكستريم وبعد باش نخلي لك التعليق ليك انت. مشكل رئيسي بمشاكل الخطوط التونسية ومشاكل كثير من المنشآت العمومية هم عدد من الأشخاص اللي يحملوا صفة النقابية والعمل النقابي منهم براء. هذوما ناس يتماعشوا عاملين شبكات تماعش، شبكات سرقة، شبكات دعارة وصلت في الخطوط التونسية وأنا شاهد صحيح في الكلمة هذه لأني وجهت حتى للقضاء في اتهامي لبعض الأشخاص. كلمة كبيرة واختيرة راسي عماد. والله العظيم أنا متأكد من الكلمة هذه 1100 ووجهتها للقضاء أصلا. يخدموا معناتها موظفين في الشركة يقوموا بعملية دعارة هكا؟ موظفين في الشركة وعندهم شبكات للضغط على المسؤولين وللضغط على المسؤولين في الوزارة وللضغط على برشا بيت باش يحصلوا امتيازات لا حق لهم فيها، وبالتالي باش نضغطوا عليه المسؤول هذايا نضغطوا عليه بملفات ونضغطوا عليه بتصاور ونضغطوا عليه برشا حاجات، فبالتالي ولت عملية تصاور دعارة يسكت هو باش درءن الفضيحة هكا؟ وهو كذلك. ده هذا الاكستريم من عند زملائنا في إذاعة يا فهم كانت عدى معاهم وكان معناش حرج احنا باش نقولوا يا فهم ما تشدناش كروم في لساننا نورمال نقولوها مع توقيت لازم نقول يا فهم نقول شنو رايك الساعة في التعليق هذا خاصة وانه جاء بعد ما تعديت انت وقلت فما نظرة خايبة ودونية للمرأة اللي تخدم اوتيس نبدا اي تفضل نبدا. اول حاجه ساعة انا كيف دخلت التونسية فما ان كونطرا يقول اللي انا ما لازمنيش نحكي على الخطوط التونسيه ما لازمنيش نحكي اي حاجه على الخطوط التونسيه. باغ كونطرا كي نسمع حاجه كيف من هكا ميسالش حتى كان فما عقاب من بعد ولا حاجه انا نتحمل ما فما حتى مشكل. سي عماد ابارامون اي تري بيان انفورمي يمكن هو خدم معاه في شبكه الدعاره ساعة اول حاجه. Ce qu'il est en train de dire, c'est de la diffamation. Ou avait hier l'ICA. Avait vraiment l'ICA, le khutut, le nerf de l'Ottawa, le khutut tunisien. D'accord. وقت اللي سي عماد معناتها يقدم معناتها هو يقول لك المتهم بريء حتى تثبت إدانته. السيد معناتها يحكي وفي البلاتويت وكل شيء اللي هي الخطوط التونسية فيها شبكة دعارة ولا شنو وشبكة سرقة وكل شيء. بي هو موضوع يهز الموضوع. انا باش نفسر لك استياء النقاب نتاع الخطوط التونسيه من لا سيكونس اللي جات في اولاد مفيده tu sais c'est suite à quoi suite à ce genre de diffamation على خاطر وقت اللي tout un corps قاعد يجازف بحياته ويمشي في وقت اللي فيني في ديارها مسك العرار رويحها وخايف على ماتها وبيتها وصغيراتها وهما من بلاد لبلاد يسون ان تران دو رابطريي لي تونيزيان ريزيدون على الاترانجي لي تونيزيان اللي مسكنات تحصروا وما نجموش يروحوا فهمت اللي تعمل في عمل وطني ونورمالمون يشرف حتى اذاعه وحتى تلفزه ما تكلمت عليه الشيء هذايا. باغ كونتر اون روسوا دي جون كيما السيد هذايا فهمت اللي يحكي من بلاتو لبلاتو الخطوط التونسية وشركات دعارة وإلينا نعلمك يا سيد عماد اللي مهمش شبكات دعارة الدعارة يظهر لي هي في مخك فهمت وكان كما أنت تحكي تقول اللي فما دكادر مع التونسير عندهم صور دعارة عندهم يعملوا في شادين عليهم صور دعارة ما احنا نستهم معيناش بيهم تو سامبلومون داكورد. واذا كان انت اليوم باش تجي معناتها جاي من تالي نعيط يا مالي باش انت باش تسيء معناتها لو جي تي تي اللي هي تحب ولا تكره شوف فيها البيه وفيها الخايب داكورد. انا كنت في النقابه وكنت حاجات انا موثقه عليهم وحاجات ماهيش موثقه عليهم انا باش تجي انت تحط الناس الكل دون لو ميم ساك وتقول النقابيين قاعدين يعملوا في عمليه دعاره وفي معناتها ايزون اون تران دو كيفاش نقولوا يبتزوا في الناس معناتها على حسب الكلام اللي يقول فيه راهو موش حلو حتى طرف بقى ننتظروا ردة فعل النقابة متاع التونيسير معناتها لا لا لازم ترفع قضية لازم السيد هذا ساعة أول حاجة يعرف اللي وراء التونيسير هذيك فما عائلات ذيك الخبز فما عائلات تخلي صغيراتها وتمشي تخدم وما يليقش به هو يمكن يليق به الكلام اللي قاله ما نعرفش أنا يليق به ولا ما يليقش به خاطر أنا مع كل احتراماتي للسيد ما نعرفوش نعرفوا دو ريبوتاسيون اي لا ريبوتاسيون اللي عندي عليه يعني نحتفظ باش نحكي عليها داكورد اي سي والله ساتو في سورتير دو تي غام معناتها كي تسمع كلام كيما من هذا خاطر كلام كيما من هذا لا خاطر كلام كيما من هذا عيب كبير وما يتقالش ولازم كي سي عماد نصيحة معناتها تصور انت مثلا معناتها فما موظفة في تونسير فما مضيف الطيران في تونسير عندها رجلها عندها ولادها تصور معناتها شو يقولوا عليهم بعد انا مضيفة بالخطوط التونسية معناتها انا دعارة يظهر لي نتحطوا انا وانت سي عماد
وشوفوا الناس شكون تقيم معناتها. واو. اذا كان انت مثلا تحكي هكايا معناتها على على المضيفات تاع الخطوط التونسيه اللي يعملوا في الدعاره، واذا كان انت انفورمي خويا بالكدا وتبارك الله عندك وثائق كل شيء، ورينا ورينا خرا بيسكو شبكات راجل معناتها يتفرج ياسر ابارامون في كذا دي بابيل وكل الجو هذاك سيريات معناتها متفرج مليح مليح خاطر تعرف تلمون نتفرجوا ندخلوا في تريب اخر كما انا تو دخلت في تريب اخر. لطف عليك لطف على توضيح في الاخر. نحب ناكد انه الخلاف اللي صار بين ولاد مفيده وتونيساري يظهر لي مشى على اساس انه معناها سوء سوء فهم صار ولا ولا ما لونتوندي وتعدى الخلاف سي يظهر لي. هو يا لي سيتي جوست ان غالبول ان غالبول ريت معناتها سي فري الخطوط التونسيه صارت لها ازمه سي فري ولات تجي اون روتار وهذاك كله صحيح وسي لي سيركونستانس دو بيي معناتها نتاع نتاع بلاد كامله اللي خلت النقله الوطنيه في الحاله هذيك. اما مش معناتها الحاجات الخايبين نقولوهم والحاجات الباهين ما حتى اللي يخدم في الخطوط التونسيه وخدمتها والناس اللي وقفت لها في السول في اللير وين تحب انت ماذا بهم يسمعوا كلمة باهية؟ ماذا بهم يعملوا انفاق اللي هو كبير برشا؟ أنا الكلمة الباهية اللي نحب نسمعها أنه سوء التفاهم هذا زال مشى معناها الايسبرغ دايب على روحه معناها ثم قضية لا ثم قضية لا حد شيء. هذاك سوء تفاهم هذا اتهام أهم حاجة. داكوردو ميرسي نجلة يعطيك الصحة بارك الله فيك. يا خويا وإن شاء الله وربي يخف مكتوبك أنت وسفيان في أقرب لجيل معناها مش تعرسوا نجلة ولا هذا والله يا أنا ما نسبويليش جامي بلادي وأنا ديما جو تونت لا شونس ولعلها تخطف لي نهار نعرف 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 نواصلوا نواصلوا نحكي كلمة بالغالب نواصلوا نتابعوا حلقات ولاد مفيدة اليوم الحلقة 17 وتتواصل الحلقات هذه زاد كيف كيف.